اقول لكم على دليل على استبعاد نوال السعداوي وهي عايشه، ان في باحثه ده على يدي، انا قلت الحكايه دي عشرات المرات، ان في باحثه امريكيه من اصل فلسطيني اللي هي فادوا دوغلاس مالتي كتبت كتاب ضخم عنها وكلفه عمنا العزيز الدكتور فاخر غريب العظيم انه يترجم، وتعاقد مع المجلس الاعلى للثقافه لترجمه الكتاب بالفعل وترجمه، هو قبض فلوسه وكل حاجه وارادت، ده معلومه جوايا استنتاج، بس استنتاج يكاد يكون معلومه، ان ارادت القوى السلفيه جوه وزاره الثقافه انها تعاقب الكتاب ولم يصدر الكتاب. بعد طبعا ما حصلت الدربكه ويمكن في 2010 2011 اخونا وحيد عبد المجيد طلب من الدكتور فاخر، كان هو مسك حاجه اسمها مركز الترجمه وبتاع الاهرام الترجمه والنشر، فطلبوا وانا وديت الكتاب بايدي، انا عندي كتاب مخطوط وعشان يتنشر الوحيد، وحيد طبعا انشغل ساعتها ودخل البرلمان واصبح الناطق الرسمي باسم اخوان المسلمين في البرلمان ونسى الكتاب، والرجل مات ورحل دون ان ينشر الكتاب نواب السعداوي، بينما الكتاب صدر بقى تسرب ما اعرفش ازاي، وجت واحده مش عايز اقول اسمها دلوقتي لكن انا كتبته في الصحف انها خدت الكتاب وشوهته وصدر الكتاب عن دار ومطابع المستقبل الحقيقه، والكتاب قيد وهننشره ان شاء الله، وانا مصر ان وصيه فخر بيه لازم ننشر الكتاب ده ان شاء الله. انا همشي بقى بالحروف الابجديه، فاستاذ اماني الشرقاوي بس الدكتوره فاطمه عليها ربنا يخليك يا استاذ، والله يعني الألف والت شكرا لورشة الزيتون على هذه الندوة القيمة، وتحية لروح هذه السيدة العظيمة التي تشكل بالنسبة لنا احنا كجيل حاجة مختلفة. فعلا هي كسرت كل التابوهات، كل انسان او احنا كمجتمع عندنا حاجه اسمها معتقدات وافكار وسلوك، وهذه السيده دخلت في المعتقدات والافكار، ولكن طبعا من الصعب ان تنفذ هذا السلوك. الحقيقه انا قريت كتابين، امراه عند نقطه الصفر وقضايا المراه. امراه عند نقطه الصفر هو نوفيلا صغيره بتتكلم فيها عن سيده بتتعرض للشنق، بتحكي ان السيده دي شعرت بظلم من الاول الاب والعم، وحاصله على ثانويه عامه وطلع ترتيبها الثانيه، ولكنها لم تجد عمل، زوجتها لعمها اللي عنده حاجه ب60 سنه وكان بخيل وانسان قبيح جدا جدا، فقرر فهربت منه وابتدت هربت، خدها اهوجي قعدها عنده في البيت، طبعا مارس معها جنس، ولكن وبعد كده جاب لها رجاله تانيين، خدتها سيده عملت نفس القصه معاها، وفي الاخر ابتدت هي تمارس هذا العمل، وبعد فتره تراجعت واشتغلت وظيفه سكرتاريه محترمه جدا، وحبت هناك شخص كان ثوري ووقفت معاه، ولكنه في الاخر تزوج ابنة رئيس مجلس الاداره، فرجعت لعملها كما كانت وقتلت قواد حب ياخد منها فلوس. هي كانت قاسيه جدا، كلمات قاسيه، كلمات صادمه، الكلمات بتتقال زي ما هي بالظبط، كلمه مومس، كلمه زنا، يعني ما فيش الاسلوب الادبي، وكانها بتقول للمجتمع من فضلكم انظروا ماذا يحدث لهذه السيده. وانا بقراها انا حسيت باختناق اكثر من مره، وكرهت صنف الرجال للاسف الشديد، بسبب ان هي بتتكلم فعلا عن المراه والظلم الذي وقع عليها. كلنا عارفين ان في ظلم على المراه، وكلنا عارفين ان هذا الظلم بنحاول باشكال مختلفه، كل
الواحد في مكانه وان نوالس عدوي بالنسبه لنا نبراس. هتكلم بقى عن قضايا المراه وهو كتاب مقالات صغيره ولكن تسمح لي ان انا اقول فيه اقرا حاجه واحده بس انا كنت معلمه عليها واللي هي بتمس نشأ النظام العبودي منذ آلاف السنين وقلب القانون الطبيعي العادل إلى قانون اجتماعي ظالم للعبيد والنساء. يولد الإنسان طبيعيا لا فرق بين إنسان وإنسان. لم يتحول الإنسان بالقانون الاجتماعي السائد إلى سيد بين قوسين أو عبد وإلى امرأة بين قوسين أو رجل. طبعا مفهوم جدا يعني ايه عبد وامراه وهما الاثنين بصيغه العطف بالطريقه دي. طبعا قسم ارسطو الموجودات في المجتمع اليوناني الى قسمين الاشخاص وهم الاسياد الرجال الملاك. الاشياء اثنين الاشياء وهم العبيد والنساء والحيوانات. وقد تقاسمنا مع الحيوانات والعبيد المكان. هذه المراه قصد كل التبوهات كل اي حد فينا حتى كنساء لو كتبنا اي حاجه بنتهاجم وكلنا عارفين الكلام دوت وبيتم الفن. فلا نزال حتى الان ماشيين ورا نوال السعدوي وبنحاول نوجد نفس المكان بنحاول نكون زيها. طبعا لعل وعسى نوال السعدوي كانت انسانه عالميه كانت موجوده على مستوى العالم كله وهي بالنسبه لنا للأسف فعلا زي ما الأستاذة نفين قالت إن السمعي عندنا أسهل كتير من والإشاعات اللي هي الشائعات اللي هي بيتداولها الناس هي اللي بتقول كده. عشان أقعد مع واحدة معها دكتورة تقول لي لا أفكارها صعبة قوي أفكارها صعبة هي ما قرأت لهاش كتاب وده للأسف ما يحدث عندنا في المجتمع. شكرا للأستاذ شعبان. شكرا جزيلا.